أسلحة وذخائر وإفادة سكن تثير الجدل. كل هذه الأخبار وسواها سببت بلبلة واسعة داخل الشارع اللبناني، أعادت النازحين السوريين إلى الواجهة من جديد، ولكن هذه المرة من البوابة الأمنية الواسعة. فماذا يحصل وإلى أين سيصل هذا التصعيد؟ إفادة سكن أعطيت لأحد النازحين نشرها النائب عن القوات اللبنانية رازي الحاج. ذكر المتقدمين بطلبات اللجوء إلى مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون النازحين في لبنان بأن المكتب لا يخول إصدار أو إعطاء إفادات سكن، وكشف وفق تعبيره عن تعد صارخ على القانون والسيادة الوطنية، وطلب أخذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص وعدم السماح باستخدام تلك الأوراق التي لا قيمة قانونية لها. وفق الشرق الأوسط سارعت المفوضية للكشف عن ماهية هذه الورقة، وهي وثيقة أساسية للاجئين ليتمكنوا من الحصول على إقامة قانونية في لبنان والاستفادة من الخدمات الأساسية، وبحسب الاتفاقية مع السلطات اللبنانية وبدعم منها تؤمن المفوضية إفادة السكن هذه للاجئين. الموقف الأبرز كان للحزب، حيث شدد خلال بيانه على ضرورة رسم سياسة حكومية للتعاطي مع مشكلة النازحين بما لا يجعلها وسيلة ابتزاز للبنان. من هنا نقل موقع لبنان 24 عن تصعيد شعبي في مناطق نفوذ الحزب. تقول المصادر إلى أن الاحتجاجات قد تبدأ في بعض القرى الشيعية للضغط على السلطات المحلية لتكثيف الإجراءات ضد السوريين، على أن تتوسع هذه التحركات لاحقاً. أما الصحفي غسان جواد فرفع السقف عبر الجديد، وحذر النازحين من حيازة السلاح وضرورة إيجاد حل سريع، وإلا سنشهد مذبحة. في ظل تململ بعض اللبنانيين وازدياد المخاوف من أزمة النزوح وتدفق هائل عبر طريق التهريب لآلاف السوريين خلال الأسابيع الماضية، يستمر مسلسل الكشف عما في جعبة النازحين. فكشفت صحيفة الأخبار عن أمن ذاتي في مخيماتهم. وفق مصادر الصحيفة، في مداهمة لأحد مخيمات منطقة قبلياس البقاعية عثر على طائرات درونز للتصوير، أجهزة إلكترونية، حواسيب، حافظات ذاكرة، بالإضافة إلى ذخائر وأسلحة متوسطة. فهل من حل قريب أم أن الانفجار الأمني بات يقترب من بوابة النازحين؟